ومتفائل كذلك بسماع يعني المواطنين البسطاء اللي يتكلموا بعيدا عن عالم الاحترافية. احنا ممكن كوكالات سياحية او كفنادق او كنشطاء في قطاع السياحة، ولكننا نشوف أن البسمة رجعت للجميع والكل متفائل، لأنه جميع الجزائريين والجزائريات يعلمون أن الجزائر هو بلد سياحي بامتياز. قارة الجزائر هاته، نعم. أظن أن هذا القرار هو قرار يعني نحن انتظرناه كثيرا كمهنيين. اليوم إن شاء الله نحن متفائلون كما شاهدنا، يعني هو يبعث على التفاعل، مع التفاؤل هو يبعث انتعاش يعني، وتحس أنك بعد تعب كبير، خاصة نحن الوكالات السياحية تعبنا كثيرا منذ بداية أزمة كوفيد، وحتى قبل بداية أزمة كوفيد كان عندنا مشكل هذا تاع التأشيرة. اليوم إن شاء الله رانا نحسوا أنه هناك دفع صحيح، يعني دفع قوي لقطاع السياحة، هناك إرادة سياسية قوية. إن شاء الله هنكونوا في المستوى إحنا كوكالات سياحية ونتحملوا مسؤولياتنا، وتكون عندنا روح المسؤولية، لأنه يعني التسهيل في التأشيرة هذا يضعنا أمام تحديات صعبة. يعني لازم أولا نجيبوا السياح ترويجيا، يعني الترويج والتسويق، لابد أن نجيبوا سياح إلى الجزائر، خاصة سياح أجانب أو حتى الجزائريين المقيمين في الخارج أو حتى الجزائريين اللي عمرهم ما جاءوا للجزائر. لأنه إحنا في رحلاتنا اكتشفنا أنه هناك كثير من الجزائريين اللي هو جزائري ولكن عمره ما جاء الجزائر وعمره ما كان عنده جواز جزائري، يعني جواز سفر جزائري. إن شاء الله نحاول أن نجيب أكبر عدد ممكن من السياح، رغم أنه يعني القرار جاء في منتصف الموسم الصحراوي، ولكن إني جامي تروتار بور بيان فار كما يقولوا، مازال هناك 4 أشهر تاع خدمة، مازلنا نخدمه، وكذلك مازال السنوات القادمة إن شاء الله، وكذلك إن شاء الله هذه تكون بداية وبادرة خير على كل ما هو سياحة في الجزائر. مازال هناك عمل كبير، مازالت هناك تأشيرة إلكترونية إن شاء الله، مازال هناك كذلك فتح المسالك السياحية في جنوبنا الكبير، مازال هناك كذلك مازال عمل كبير ينتظرنا، مازال هناك عمل توعوي. ولكن ربما هي خطوة بهذا القرار، هي خطوة فقط لو صلاح، وأكيد أستاذ صح. يوبي الناس اللي ربما يشوفوا فينا ربما ما تطلعوش على نص القرار، لو نفهموهم أكثر وش جاء في القرار. نعم، هو القرار يعني جاء بعد عمل كبير من طرف وكالة السياحة والأسفار، وكذلك السلطة العمومية، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، حتى السلطات الأمنية. طبعا هو القرار يعني التأشيرة راح تكون في المطار بعد ما كانت الإجراء القديم هو أنه كانت وكالة السياحة والأسفار تبعث القائمة الإسمية أكيد. إلى مديرية السياحة للولاية، بعد ذلك مدير السياحة للولاية يبعثها إلى الوالي، يعاود يعطيه الوالي الموافقة الأمنية، يعاود يبعثها مدير السياحة لوزارة الخارجية. صح أستاذ يوبي، فقط الشرط الوحيد اللي كان على السياح الأجانب باش تكون رحلاتهم السياحية يعني دخول منطقة الجنوب بتأشيرة كما قلنا تأشيرة تسوية، لازم أنه تكون رحلاتهم السياحية مبرمجة مع وكالة السياحة والأسفار الجزائرية. نعم. معتمدة لدى السلطات، يعني ماشي كل من يعني يحب يفتح وكالة سياحية ويخدم هذا الشيء يقدر. نعم، هو أي واحد عنده وكالة سياحية، عنده رخصة استغلال وكالة سياحية من طرف وزارة السياحة، يقدر يعمل هذا النوع من الرحلات. ولكن نحن ننصح أنه تكون هناك دائما عقود شراكة ما بين وكالات السياحة في الشمال ووكالات السياحة في الجنوب، أو حتى وكالات أجنبية اللي تحب تشتغل تكون عندها دائما اتفاقيات وعقود مع الوكالات السياحية اللي في الجنوب، لأنه جنوبنا الكبير لازمت له إمكانيات خاصة، يعرفه أهله. الوكالات السياحية اللي في الجنوب وكالات احترافية. هناك كذلك بعض دائما نتحدث عن بعض الجمعيات التي تنظم بعض الرحلات، يعني ما عندهاش الحق أنها تعمل هذا النوع من التأشيرة، كذلك حتى بعض الأشخاص ولا بعض صفحات الفيسبوكية أو بعض مكاتب الأعمال كذلك، اللي لاحظناها مؤخرا بعد غياب مع الأسف للوكالات السياحية التي كانت تعاني في أزمة كوفيد، ظهرت هذه الطفيليات إن صح التعبير. نحن ندعو الجميع، أي واحد يحب يشتغل في السياحة ومهتم بالسياحة،
كاين هناك قانون، كاين هناك رخصة استغلال، يروح يدفع ويتحصل على ملف وكالة سياحية ويشتغل ويخدم ومرحبا بالجميع. ولكن أننا لأنه لازم نمدوا طبعا لازم نمدوا أحسن صورة لبلدنا الجزائر. الحمد لله اليوم السلطات العمومية بعد أنه تعبنا وحاولنا كيفاش نوصلوا الميساج تاعنا افيك تو لي مويان، اليوم رانا نشوفوا كاين هناك استجابة في هذا القرار، إن شاء الله هو بداية وهو انتصار للسياحة الجزائرية. يعني مازال هناك عمل كبير، ولكن بداية وانتصار كما قلت هذه يعني منذ الاستقلال أو يعني كان عندنا حتى القدامى من أصحاب الوكالات السياحية الناس ما هيش مصدقة أنه الجزائر اليوم عندها كإجراء ابتدائي التأشيرة التسوية، وبعد ذلك إن شاء الله نروح للتأشيرة الإلكترونية، بعد ذلك هناك العديد من العمل. أنا حبيت نتحدث على نقطة فقط زيادة على هذا، لأن الدولة بذلت مجهود ونشوفه في نتيجة، وإحنا وكالات السياحة والأسفار اسمه كذلك بذلنا مجهود. لاحظت ما يعني ما جرى سيلي جرى في تغيير بعض الصور ممكن شفتوها، كنت حاولت نمت عليها صح. نعم هذا يعني فوضى هذا عيب، هذا عيب يعني مع الأسف أنه انت راك سائح جزائري مرحبا بك، يعني ماذا بينا الناس تعرف الجزائر وتعرف بلادها. والله غير قلت بالك ربما مفبركه لي نظرا لي على بالي، ولكن كي شفتها قلت لا لا ما قدرتش نامن هذا الشيء. السنوات الاخيره مؤسفت كثيرا، والهادي ما رايناه يتحمل مسؤوليته الجميع. اذا كان وكالات سياحيه لنقل السياح وما وعدتهمش تحمل مسؤولياتها، السائح كذلك بالدرجه الاولى يتحمل مسؤوليته. يا اخي انت رحت انت وعائلتك ولا وحدك ولا راك رحت للراحه والاستجمام، على الاقل ابسط الامور خلي بلاصتك نظيفه، ابسط امور يعني. هذا زيت على انه لازم نحافظوا على هذه الثروه السياحيه، لا دون تاع تاع الكتبان تاع تغيط او هذه راهو مكسب. ضمن على السلطات هنا لازم تاخذ قرار في مثل هذه المناسبات راس السنه، لازم الحد من الاعداد. شفنا اعداد غفيره فوق الكتبان بسبب نقولوا ربح سريع احيانا بعض الوكالات مش كل. نعم. يعني نجيبوا اكبر عدد من الناس وندوهم، وانا شفنا واش حدث من بعد. ماهيش فقط وكالات، لانه كاين هناك مكاتب اعمال ثانيه تنظم رحلات، كاين صفحات جمعيات. اليوم راي الناس كل اصبحت وكالات سياحيه مع الاسف في غياب الرقابه. ولكن انا نقول انه المسؤوليه مسؤوليه الجميع. مسؤوليه السائح المواطن، مسؤوليه وكاله السياحه والاسفار، مسؤوليه مهما كان الناقل سواء بعيدا عن القانون. اذا صاحبي انت اذا كان راك مكتب اعمال او ونظمت رحله، معليش انت راك مخالف القانون، ولكن الاخطر انك ما تحافظش على على هذا الموروث وهذه الطبيعه وهذه الرسومات وهذه وهي ملك لبلادنا لينا كمواطنين هو كذلك. ملك للبشريه جمعاء صح، لانه كاين تغيط وحده، كاين جانت وحده، كاين تمرست وحده، كاين اسكرام واحد، كاين بقره بكيه وحده، كاين كل الرسومات اللي كاينه وكل هذه الثروه البشريه لازم نحافظوا عليها احنا الجزائريين اولا. واللي يتحمل المسؤوليه كذلك هم السلطات المحليه لولايه، لانه علاش مديريه السياحه تحمل مسؤوليتها لانه كانت غايبه، وللولايه كذلك يتحمل مسؤوليته لانه كل هذه المظاهر لابد لها من تنظيم. اكيد في لاجون هذاك اقل يعني زعما افيو داي كما يقولوا هي حوالي 10000 سائح كانوا في الليله. ملعب كره قدم كان في مكتد خويا. مرحبا بالسياح، احنا ماذا بينا لانه السائح يدير الحركه الاقتصاديه، الجزار يخدم وصاحب المطعم يخدم وصاحب الحرف يخدم وصاحب والحرفي كذلك يخدم واللي يبيع الفحم يخدم واللي يبيع اللحم، الناس كل تخدم. ولكن في نفس الوقت لازم نحافظوا على هذه الثروه، ما نخدموش ليله ومن بعد خلاص صح. السيد يوبي منذ قليل كنت تكلم على هذا، يقول يمهد لخطوات اخرى. القرار يعني اللي شفناه اللي صدر من عند وزاره الداخليه والجماعات المحليه، ماذا ننتظر بعد هذا القرار؟ هل في امور اللي ننتظرها فيما بعد؟ نعم ان شاء الله هناك اولا لازم احنا كوكالات سياحيه ان نقدروا المجهود اللي بذلته السلطه العموميه ونجيبوا السياح ونمثلوا الجزائر احسن تمثيل. طيب لانه هذه التاشيره هي ممنوحه للسياح، ماهيش ممنوحه لصنف اخر من بشر، سواء كانوا يعني نعرفوا انه الجزائر اليوم مستهدفه. لازم نعرفوا شكون نجيبوا. اكيد لازم مرحبا بالجميع على كل حال، احنا ماناش هنا، احنا ما نحبوش اللي يذينا فقط، سينو اللي يحب يجي يستمتع بجمال بلادنا ويدير لنا يعني يحرك الاقتصاد الجزائري مرحبا به. الفساد لا. هذه اول شيء. ثاني شيء ما زالت هناك التاشيره الالكترونيه، لانه الحمد لله اليوم الجزائر
أظن أنه في 2023 لازم تكون عندها تأشيرة إلكترونية. وإذا كان لازم به نحي وتأشيرة نعم بالنسبة لبعض السياح فهذا هناك ذلك فتح المسالك السياحية التي لازالت مغلقة يعني لسبب أو لآخر ممكن كان يقول لك بسبب التهريب لأنه كان ثروات في الصحراء الجزائرية كان يقول لك مثلا هناك مشكل أمني إحنا ما عندناش المعطيات اللي عند السلطة العمومية ولكن إحنا نقول أنه كل شيء عنده حل كل شيء عنده حل نقدروا نعمل مراكز أمن وإحنا الأمن مدى بينا يكون الأمن لأنه على قد ما يكون الأمن إحنا نكون مرتاحين أكثر ونقدم تحياتي من هذا المنبر للسلطة الأمنية اللي بذلت مجهود كبير يعني سواء الدرك الوطني أو الأمن أو الجيش الوطني الشعبي لكل رحلاتنا ولما نتنقلوا نشوفوهم يعني على قدم وساق حتى أنه تقول يعني في الصحراء هو يعني ربي يقدرهم إن شاء الله, ولكن نقدر نلقاو حلول لأنه كما لازم يكون الأمن كما حتى احنا نحب نديروا سياحة وبلادنا جميلة جدا ومقصودة من كل دول العالم قارة الجزائر السياحية نوما تسميوها كاين هنالك بعد فتح المسالك السياحية كذلك نواصل في المشكل الأمني أنه ما نقدروش نديروا سياحة وإحنا بالإسكورت إحنا مدابينا لو تكون هناك شرطة سياحية يعني ترافق هؤلاء السياح الأجانب وما تكونش بزي العسكري يعني أو يعني تكون بزي إحنا مدابينا تكون هناك مرافقة أمنية مهم جدا لنا بأن نكونوا مرتاحين ولكن تكون بزي أهل البلد مثلا إذا في تيميمون يكونوا لابسين كما أهل تيميمون إذا في طمنراست يكونوا لابسين كما طمنراست إذا في جانت يكونوا لابسين كما أهل جانت تيحس سائح بالأمان يعني لا هو السائح ما هوش لازم يعرف أنه كاين مرافقة أمنية يعني كي يشوفهم زي العادي يحس بأمان مش كي ما تشوف يعني طبعا احنا نكونوا احنا الجزائريين نكونوا عارفين أنه هؤلاء هم رجال أمن صح. وهذا راح يبعث فينا الطمأنينة ولكن السائح الأجنبي ما تقدرش تعمل سياحة وانت بالكلاش وانت بزي عسكري لأنه هذا نظن أنه يعكس يعاود يرجع سلبا على السياحة ومدوا نظرة سلبية حتى الأعداءنا اللي رام يستهدفوا فينا اليوم بعد الفتح نشوفوا أنه كاين هناك بعض الناس اللي بدأت تروج في مواقع التواصل الاجتماعي أنه الجزائر ما هوش بلد سياحي أنه الجزائر كل ثرواته السياحية راهي منتهكة ما عندناش خدمات صحيح هناك نقص ولكن بداية الألف ميل تبدأ بخطوة كما يقال احنا نتمن هذه القرار كبداية طبعا نتمن كل ما هو إيجابي في السياحة كل الحمد لله قبل كنا نهضروا والهضرة تاعنا تروح في الريح صح. اليوم رانا نهضروا كاين أذن صاغية كاين يعني الحمد لله سلطة مركزية راهي تخدم معنا وتحاول أنها بالعكس بالك هما راهم فاتونا يحاولوا يقولوا نعطيونا المشاكل اللي عندكم بعد ما كنا احنا نطرحوا المشاكل وما كان ما كانش أذن صاغية كاين كذلك الشركة الناقلة الخط الجوية الجزائرية اللي راهي تبذل في مجهود كبير يعني يشوفوا أن السياحة وترويج السياحة الداخلية خاصة رغم من بين أهداف الحكومة والدولة هو شوف هو بلا ما نهضر أنا بلا ما تهضروا أنتم نشاط السياحي راهو باين صح ثم الخدمة تاع الناس اللي خدمت راهي في الميدان راهي في طبعا. أرض الواقع مازال هناك عمل كبير وإحنا إن شاء الله هذه بلادنا ولازم نخدموها كل واحد فينا يحط حاجة كل واحد عنده دور إن شاء الله كل واحد فينا عنده دور نعم صح. لو نتكلموا شوية على الجانب اللي يهم بزاف السياح مش غير الأجانب حتى السياح من مختلف مناطق أكيد أنا نتمنى نزور صح ماكم سياح كيما اللي راح في تاغيت لا 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 ما هذا مظهر سلبي أنا والله قاعد هذاك المظهر والله قلبي يوجع والله العظيم يعني نتمناو مثل هذه المظاهر ما نشوفوهمش نعاود نقولوا الجانب المادي شوية بالنسبة للأسعار كيفاش راهي هذا العام في صحرا. الأسعار شوفي هو التوريزم الصحراوي السياحة الصحراوية إذا كان بالنسبة للجزائريين سعر التذكرة راهو 25,000 دينار طيب من الجزائر إلى جانات أو الجزائر إلى طمنراست لما إحنا كوكالة سياحية صحيح أنه كان هناك عجز شوية الخطوط الجوية الجزائرية لعدم يعني توفر طائرات لأسباب تقنية لأنه الخطوط الجوية الجزائرية ما زالت ما استرجعتش طاقتها الكاملة ممكن في مع شهر فيفري مارس ممكن تكون هناك رحلات بزيادة ممكن العام الجاي كذلك إن شاء الله تكون هناك رحلات اللي تلبي جميع طلبات المواطنين والوكالات السياحية هناك تذكرة لما يكون عندك فوج تاع عشرة تكون هناك تخفيض ب 50% هذا يعني هذا بالمجموعة يعني. طبعا يعني حوالي راح يكون عندك برنامج مثلا إذا أخذنا جانت راح يكون عندك البرنامج يوصل إلى حوالي 65,000 حتى 70,000 دينار جزائري
وهناك خدمات في اي بي يعني راح تزيد في السعر من بعد. بالنسبه للسياح الاجانب راهو يعدي 1300 اورو 1400 اورو يعني، وتلقاهم متهافتين ومدى بهم يجيو هما. احنا الجزائريين يعني رانا دايرين يعني دايرين سعر في المتناول، لانه عندك تذكره الطيران وعندك الفطور والغداء والعشاء وعندك الاقامه والمبيت وعندك كذلك حتى الجيد والكاتكات. يعني نظن أنه 70,000 دينار جزائري بالنسبة لطمن راست أو جانت هو سعر معقول. ممكن واحد يقول لك العائلة الجزائرية ما تقدرش، احنا نقوله أنه السياحة الصحراوية سيان توريزم دو لوكس، وسيان توريزم هي سياحة اللي ما نسحقوش فيها لاماس، نسحقوا الناس اللي تعرف قيمة هذا المنتوج. لانه لما يكون توريزم دو ماس الغاشي كما نقولوا احنا، شو يسرى وصرى في تغيير من بين الناس اللي تقدر الثروه. وزيد ما ننساوش انه الانتقال من الجزائر الى جانت العاصمه او من عنابه او من وهران راهو نفس مسافه الجزائر باريس. يعني كأنه تبدل قارة طبعا. لما تكون سعر تذكرة ب 25,000 دينار وراهي مدعمة عند الدولة وراهو يعني نظن أنه كاين هناك عوامل اللي تشجع الناس تقول ومازال الخير كما نقولوا. مازال الخير طبعا ان شاء الله. بصح ما نقدرش نروحوا لجانات ببلاش لأن الناس تقول غالية، وهذا داخل في الفكرة السيئة. ما تقدرش تروح لجانات بأقل من هذا السعر، ولا تمرست بأقل من هذا السعر. والجانب تاعنا يستاهل كما طبعا. شكرا لك. شكرا لك سيد مولودي، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. كانت هذه آخر محطة لنا لنهار اليوم. نروح المطبخ بالحديث على الترويج لكل ما هو جزائري. وقلنا كل واحد عنده دور، وكلانا يحب الكرة. جزائر مقبلة على حدث إفريقي هام وهو شان بطولة إفريقيا للمحليين. كل دول إفريقية حتكون حاضرة في العاصمة، فما دابينا أن نعطوا صورة جميلة احنا كذلك على العاصمة وعلى الجزائر. طبعا احنا لاحظنا انه السياح جاوا الوهران بعد الالعاب المتوسطيه. اكيد صح. هذا سي ان ايفينمون، هذا راهو حدث لازم نستغلوه احسن استغلال، نديروا احسن صوره باه نعاودوا دائما نجيبوا السياح من تعاود ترجع الجزائر الى مكانتها الطبيعيه.